السلام عليكم. النهاردة وصفتنا حلوة جدا وبسيطة جدا، مش مرهقة خالص في التنفيذ، وفي نفس الوقت مكوناتها ان شاء الله موجودة عندنا كلنا. عملنا ميني بيتزا، بس العجينة ناعمة جدا وطرية بصراحة رائعة. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اتمنى ان شاء الله اللي يشوف الفيديو يشترك معنا في القناة ويعمل لايك للفيديو ويفعل الجرس للكل. وبسم الله نبدأ. معايا هنا كوباية مية، هضيف عليها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة ونص سكر، ونقلب الخميرة كويس. وبعدين هضيف هنا معلقتين من حليب البودر، من الحاجات اللي بتدي ريحة حلوة وطعم حلو لأي مخبوزات. وهضيف كمان معلقتين زبادي، ودي اختيارية ليكو، بس بتدي طراوة حلوة جدا للعجين. ونقلب المكونات دي كلها لغاية لما تدوب مع بعضها. وهاجي هنا هضيف نص كوباية زيت، وهبدأ انزل بالدقيق. انا استخدمت 4 كوبايات دقيق بالظبط، بس طبعا هنحط الاول 3، وهنضيف رشة ملح صغيرة. هنقلب الثلاث كوبايات دي اسفل، والرابعة هنبدأ نضيفها حبة حبة لغاية لما العجين يظبط معانا. انا بصراحة بحب دايما احط في اخر العجن كده معلقة زبدة، بتدي طراوة حلوة جدا للعجين وطعم جميل. ونقلب كويس ونعجن تاني كويس لغاية لما الزبدة تدوب معانا في العجين كويس. وانا هنا في المرحلة دي برضو كملت باقي الكوباية الرابعة من الدقيق. وادي العجينة ناعمة ما شاء الله وجميلة، هنغطيها وهنسيبها ساعة ترتاح وتخمر. ادي العجينة بعد ما خمرت ممتازة ان شاء الله، هنطلع الهواء منها وهنبدأ نقطعها. يعني قطعتها حجم كبير شوية، حجم البرتقانة كده صغيرة. وهنسيبها حوالي ربع ساعة كمان ترتاح برضو، ونغطيها وهنجي نفردها زي ما انتوا شايفين كده بأرضية كوباية او اي حاجة تكون الأرضية بتاعتها مستوية. ونحاول نفتح العجينة من النص ونأكد على الفتح بإيدنا برضو بحيث انها كلها تكون مظبوطة. وعشان العجينة مترتفعش تاني من النص بالشوكة كده هنخرمها. طريقة تشكيلها سهلة جدا وبسيطة. وانا هنا حطيت شوية كاتشب على معلقة من شوية من صلصة الباربيكيو. حابين تحطوا صلصة، حابين كاتشب، بس اللي انتوا حابينه. وهنفردها في ارضية البيتزا كويس، مش هنحطها على الحواف. وهنبدأ نجيب الجبن طبعا تبع رغبتكم. هنا شوية جبنة شيدر حطيتهم، وهحط عليها شوية سوسيس طبعا الحشوة برضو اللي انتوا حابينها، ان شاء الله تطلع من ايديكم جميلة. وهنحط كمان شوية فلفل، حابين تحطوا زيتون، اي حشوة انتوا حابينها كملوا بيها.
وهاجي في الاخر احط الجبنة الموتزاريلا على وش البيتزا برضو على الجزء اللي احنا حاطين فيه الحشوة. وهجيب هنا بيضة احط عليها بالظبط ربع معلقة من الخل ونقلبها كويس ونبدأ ندهن حواف البيتزا بالبيض. طبعا واحنا شغالين بنشغل الفرن على درجة حرارة 220 بحيث انه يسخن كويس. وهنا هرش على البيتزا شوية حبة البركة، حابين سمسم، اي حاجة انتوا بتحبوها حطوها. وهناخد البيتزا نحطها في الرف الاوسط لغاية لما وشها يحمر وتتحمر من تحت، وهنغطيها بس 5 دقايق. وده شكلها في النهاية، بجد تستحق التجربة وبسيطة قوي قوي وفعلا فعلا مش مرهقة خالص. ان شاء الله لما تجربوها ان شاء الله كل اللي عندكم ان شاء الله يشكروكوا عليها لانها فعلا حلوة. واتمنى ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم ودمتم في امان الله.